ما كرهمني. وبالحلقات بنشوف الأحداث بتتسارع بشكل جدا كبير، خصوصا مع بنت لطيفة الثانية ضحى اللي بتلعب دورها هنادي الكندري، اللي بتحاول تكتشف حقيقة الأشياء المخفية بالعائلة من بعد ما شافت عدد من الأوراق بغرفة أمها لطيفة بالحلقة الثانية. ضحى قريت النص، عجبتني الشخصية وايد 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 عجبتني، قلت لك لأنه وايد أحب هذه العلاقة، علاقة البنت بأبوها، علاقة البنت بأمها، يعني أحب أنوع برمضان بأعمالي باختياري بالدور، فهذا العمل مختلف. وخلال سياق الأحداث نشوف ضحى كل الوقت بتحاول تعرف معلومات من عادل اللي بيأدي دوره حمد العماني. شنو تعرف عن بيتنا؟ منطقة شويخ ومتابعة محافظة العاصمة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ميناء شويخ. قاعد تستعبط. واللي بيقدم شخصية غامضة خلت الجمهور على السوشيال ميديا يتساءلوا عنها. شو تسوي هني؟ كلب سبتك، كلب سبتك أنت. وأمهيات بعيدة مش العمل الوحيد اللي بتنافس فيه نادي لهالموسم، فهي بتطل بعملين مختلفين وهما ما أدراك ما أمي وحدود الشر، وهالشي خلى البعض يعتبر إنها بتحرق نفسها بكثرة ظهورها. علشان لا يقولون هذه الكلمة، وعموما ترى يعني متابعين وجمهوري عارفين هنادي حتى لو نزلت إن شاء الله بعشر أعمال مستحيل أي شخصية أو أي كاركتر حتى بالشكل متشابه، وهالشي واضح، فبكل مسلسل ظهرت بشكل مختلف. هني كاركتر وهني كاركتر وهني كاركتر، بحدود الشهر مسويه تراثي. كل يوم اقولك يا مريوم الشهاده ما راح تجيبك ولا توديك، بس راسك يابس. وما ادراك ما امي عبايه وشيله متحجبه. بعدين ترى هذا الكلام معاه ضايع، لسانه متبري منه. هني اشقر.